شيخ صالح فرق القدريه والجبريه هذه الطوائف هل لها وجود الان شيخ؟ نعم لها وجود الجبريه لهم وجود وكذلك القدريه من المعتزله واتباعهم وعلماء الكلام لهم وجود كثير ايضا الان ولن يسلم الا من من التزم بمنهج السلف الصالح وتمسك بالادله من الكتاب والسنه. وترك التخرصات المتكلمين والفلاسفة وغير ذلك، نعم